السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم معكم المعمول كيتوني 100% خاص بنظام الكيتو ومرضى السكري وحمية اللو كارب. نتمنى يعجبكم الفيديو وفرجة ممتعة. نوريكم كيفاش كيجي من الداخل معمر، كيجي هشيش 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 ولذيذ بزاف وصحي 100% لمرضى السكري ولحمية اللو كارب ودايت الكيتو. نرافقوه بأتاي شاي بالماتشا، صحي 100% وخليكم مع الفيديو. دونك المقادير اللي غادي نحتاجو للمعمول ديالنا اليوم، غادي نحتاجو 125 غرام ديال الكوك مطحون. انا ما بقى لياش طحين الكوك، خديت الكوك وطحنته في الماكينه. 125 غرام ديال الزنجلان حتى هو حمصته شويه وطحنته، و 200 غرام ديال طحين اللوز. اللوز ها هو عندي العبار هنايا 200 غرام. غادي نحتاجو خميرة الكيماوية بطبيعة الحال. غادي نحتاجو 80 غرام ديال السكر ستيبيا أولا إريتريتول. أنا درت مزيج من ستيبيا أولا إريتريتول. هاد إريتريتول ما كيكونش حلو بزاف، يعني شحال ما درتي ما كيحليش، دونك ميلونجيت شوية من هادي ستيبيا. حتى هي مزيج من ستيبيا والإريتريتول. غادي نحتاجو الزبده واحد 200 غرام على عين. غادي نحتاجو ما زهر والفانيلا والحشوه. بطبيعه الحال احنا المعمول ما يمكنناش في النظام الكيتوني ما يمكنناش نديروه معمر بالتمر، لان غير حبه ديال التمر غادي تخرجك من لاسيتوسيس. دونك غادي نعمرو بالفواكه الجافه. هنا درت خليط ما بين القرقاع واللوز، واحد جوج معلقات ديال الجلجلان اللي غادي نطحنهم في الماكينه، وغادي نزيد لهم شويه ديال ستيبيا وشويه ديال الزبده. وبطبيعه الحال عندنا ليمون باش غادي نزوقو، باش غادي نزوقو المعمول ديالنا. ونسيت حاجه مهمه، فاش غادي نديرو العجينه الا كانت خاصتنا شويه نلقاوها مازال قاصحه، غادي نزيدو النطا ديال مونتار، نطا ليكيده لانها غنيه بالدهون. على بركه الله نبداو. صافي دابا غادي نبداو بالنواشف. غادي نخلط الكوك، الزنجلان، ديك القشرة ديالو. واحد الحاجه مهمه في نظام الكيتو، الملحه ضروريه ضروريه بزاف، لان عندها بزاف ديال الفوائد وفيها بزاف ديال لي مينيرو. ندير غير شويه الخميره الكيماويه، نزيد
نخلطوا كلشي مزيان. صافي فاش نشوفوه بدا كيتجمع غادي نديروه في الثلاجه يبرد باش تماسك معنا العجينه، لان هذا ماشي بحال الطحين العادي، هذا طحين الكوك والزنجلال واللوز كيختلف. دونك غادي نديروه في الثلاجه يبرد على ود ما وجدنا الخلطه اللي غادي نعمرو بها او الحشوه اللي غادي نعمرو بها. غادي نديرو الجهد ديال الزبده تما نديرهم على هذا الشكل ديال الكويرات.
صافي دابا احنا جبدناها بردات حتى هذا برد لان الزبده مع الحراره كتذوب ما كيتكورو ليناش دونك الثلاجه هي احسن طريقه كيجمدوا. عندي المريشمات ديالي درت شويه ديال ما زهر هنايا باش ندهن به يدي وعندي الصوينيه هنا بديت كنشكل ها نتوما معايا غادي ندهن يدي باش تعطينا ديك الريحه ديال ما زهر في الدار. راكو عارفين بان طحين اللوز كيختلف بزاف على غادي ندير له ها نتوما كيختلف بزاف على الطحين العادي دونك خصنا نمشيو معاه غير بشويه. نتوما ندير الحشوه لداخل نكورها وغادي ندير هذا المرشم ها نتوما ها المعمول ديالي نشربوا به اتاي نحيدوا الجنون ديال الكاطو. بطبيعه الحال ماشي بحال الكاطو عادي ناكلو شحال ما بغينا لان دائما كنحسبوا في نظام الكيتوني كنحسبوا السعرات الحراريه دونك هذا معمول كيتوني وغادي يساعدنا فيه دهون نسبه الدهون عاليه دونك غير وحده اولا جوج فيها الكفايه باش كتخلينا بالشبع وميم طون نحيدو انتما عاودناها. دونك غادي نستمر حتى نسالي كلشي العجين ديالي. هي الصوينيه ديالنا وجدات غادي نديرها في الفران. بطبيعه الحال الفران يكون مكونوش عنا عليه من قبل من الفوق ومن التحت على درجه حراره 170 درجه نديروه في الوسط ونخليوه يطيب على مهلو كيدي معنا واحد الوقت ديال 20 دقيقه ما كاملاش يكون نشوفوه غير نشوفوه تحمر من التحت صافي نحيدوه. مداش معايا 20 دقيقه نتوما الفران ديالي انا سخون حيت كان سخون صافي غادي نحيدو ونخليه يبرد. نتوما راه مازال مشيش غادي نطفي عليه ونخليه يبرد صافي. الحلوه ديالنا احنا جبدناها دابا باش يكتمل المعمول ديالنا على حقو وطريقو عوض ما نديروه في السكر كلاصي. احنا طحنت شويه ديال ستيفيا درتها بودره دابا غادي ندردر عليه شويه ديال الشيكر صافي. الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو نتمنى يعجبكم الفيديو شيروا له بلايك وشاركوه مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. معمول كيتوني 100% يصلح المرضى السكري ونظام الكيتو وفي امان الله نخليكم مع السلامه.